يطرح العديد من التساؤلات حول ضرورة إعادة النظر في معايير منح هذه الوثيقة. التفاصيل مع صبرين أبو عبلة. ارتفاع حصيلة حوادث المرور يدفعنا إلى التفكير في مختلف المعايير المعتمد عليها في منح رخصة السياقة. الوثائق الصحية التي يتوجب الحصول عليها لا تحمل أي وثيقة إثبات لسلامة الصحة العقلية، على الرغم من الأهمية البالغة لها. العدوانية، الأنانية، القلق، التشرد الذهن، هذو كلهم أمراض بسيكولوجية. لازم على وزارة النقل أن تطلب من المترشح أن يجتاز عند طبيب مختص في علم النفس. يمكن يعني إدراج بعض الاقتراحات وبعض الإجراءات يعني بالنسبة للفحص الطبي الأولي يعني للمترشحين لرخصة السياقة، وذلك بإدراج يعني التست بسيكوتكنيك، كل ما يتعلق بالجانب البسيكولوجي للسواق. يشير الأخصائيون النفسانيون أن مختلف الأمراض النفسية ابتداء من التوتر وصولا إلى انفصام الشخصية قد تكون سببا في حصول حوادث المرور. ربما هذه الحوادث المرور قد تكون يعني سببها وعواملها الرئيسية ناتجة عن ماذا؟ عن اضطرابات نفسية عميقة، ربما قد يكون الاكتئاب الحاد، ربما انفصام في الشخصية، ربما اضطرابات في سلوكية، لأنه حتى كذلك القلق يعني المرتفع بشدة يؤثر على السائق. إدراج وثيقة سلامة الصحة النفسية هو أمر يفرض نفسه على الجهات المسؤولة في الوقت الذي تنتشر فيه الأمراض النفسية في المجتمع من جهة، وترتفع حوادث المرور من جهة أخرى.